بعد الشهرة والعز خلاص سابته، عايزة تشوف غيره اللي أحسن منه. سنتين وأكتر كانت زوجته وحبيبته ومديرة أعماله، والنهاردة انفصلوا. إيه حكاية ميكا البغدادي طليقة مطرب المهرجانات مسلم؟ إزاي عرفها وإزاي انتهت علاقتهم ببعض؟ والأهم بتعمل إيه دلوقتي بعد انفصالها عنه؟ تعالوا نشوف. البداية كانت عن طريق الصحوبية، والنهاية برضو بقت صحوبية. مسلم وميكا البغدادي أجدد زوجين منفصلين في عالم الفن والغناء، وياريته كان انفصال بالسهل كده، ده في مواقف هتفضل معلمة معاهم طول حياتهم. انفصالهم كان على طريقة الكبار، الاتنين كل واحد فيهم كتب عنده على السوشيال ميديا ما يفيد ان انفصالهم بالتراضي، وده الصالح بينهم. هو كتب انه نفسه في واحدة احسن منه، وهي كتبت زيه برضو. المهم ان الاتنين راضيين ومرتاحين. الغريب هو اللي عملته ميكا بعد الانفصال، جمهورها لاحظ انها بدأت تنتبه وتستغل شهرتها من مسلم. حبت جو البلوجر على السوشيال ميديا، وبدأت تطلع في فيديوهات وصور كتيرة تجذب الجمهور، وده اللي زعل بعضهم في البداية لانهم شافوا انها ما صبرتش وفضلت حياة البلوجر والشهرة عن حياتها مع مسلم. طيب يا ترى الحقيقة ايه؟ الحقيقة ان ميكا طريقة مسلم من البداية خالص، وهي مشهورة ومعروفة على السوشيال ميديا، ده حتى هو نفسه عرفها بالطريقة دي. هي في الأصل كانت مصورة وميك اب ارتست وليها هوايات كتيرة قوي كده، طلب منها مرة انها تصوره، ومن هنا بدأت علاقتهم ببعض. فضل مسلم وميكا سنة ونص أصحاب وحبايب، وبعد الفترة دي قرروا انهم يرتبطوا ويبقوا زوج وزوجة. ونفس الفترة اللي قضوها الاتنين اصحاب قضوها برضو زوجين، وبعدها انفصلوا. ميكا ومسلم عندهم ولد اسمه مسلم، على نفس اسم شهرة والده بالظبط، لان مسلم الكبير في الحقيقة ما اسموش مسلم، اسمه مصطفى، ومش دي الحكاية ولا ده اللي يهمنا. اللي يهمنا دلوقتي هو الكلام اللي اتقال في عيد ميلاد مسلم الصغير. وقتها مسلم وميكا عملوا عيد ميلاد عالمي للولد الصغير، بس في عيد الميلاد ده كان في مشاكل كبيرة جدا. ظهرت ميكا بلبس ضيق جدا وملفت جدا في عيد الميلاد، والاهم من كده ان مسلم نفسه ظهر وكانه شارب حاجه، ده اللي قاله الجمهور عنهم وقتها، وقالوا ان الصور وشكلهم في عيد الميلاد سبب ليهم مشاكل كتيره بعدها. المشاكل دي دخلت الاتنين في مشاكل بينهم وبين بعض، ومن يومها مشوا في طريق الانفصال. يعني خبر انفصالهم اللي سمعناه الاسبوع ده يرجع الاصل ليه يوم عيد الميلاد لابنهم، ومن يومها وهم في مشاكل مع بعض لحد ما تطورت ووصلت لانهم انفصلوا عن بعض. اللي الكل بيسال عنه دلوقتي، ابنه الصغير هيعيش مع مين فيهم؟ هل ميكا هتفضل في جو البلوجر والفاشونيستا وتنسى ابنها، ولا هتقدر تتعامل معاه ومع شغلها عادي؟ وايه اللي هيعمله مسلم علشان يحافظ على ابنه كويس؟ اللي عنده فيكم رد يكتبه في التعليقات، ويقول لنا ايه رايكم في مسلم وميكا وحكايتهم سوا.